وأيضا نبقى في نفس السياق، انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية العميد ثابت صالح من عدن للحديث عن وفاة قائد أمن لحج صالح السيد. أهلا بك معنا السيد أو العميد ثابت صالح في هذه النشرة. في البداية، ما أبرز محطات الراحل في أمن لحج وأيضا على مستوى الجنوب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرحمة للفقيد والمغفرة والجنة بإذن الله تعالى. بالتأكيد اللواء صالح السيد غني عن التعريف، ولا يمكنني أن أتحدث في هذه العقالة عن مآثر هذا البطل المغوار الذي خيم الحزن اليوم على عدن ولحج وكل محافظة الجنوب بمجرد سماع نبا وفاته. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويعظم أجر أسرته وشعب الجنوب بشكل عام. صالح السيد تميز بمميزات قيادية نادرة قلما توجد في قادة عسكريين وأمنيين، إذ كان في قمة التواضع وفي قمة الشجاعة وفي قمة النزاهة، وجعله دائما يتقدم الصفوف. لن نجد معركة أو عملية إلا وكان صالح السيد في مقدمة الصفوف، سواء كان في مرحلة تحرير الجنوب، مرحلة المقاومة الجنوبية وتحرير الجنوب من الحوثيين، أم في مرحلة مكافحة الإرهاب، حيث تولى المسؤولية في محافظة كادت أن تسقط في أيدي الجماعات الإرهابية، وفعلا كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية قبل أن يتولى هذا القائد مسؤولية الأمن في هذه المحافظة. فتمكن بحنكته وشجاعته وبتآزر مجتمعي من المقاومة الجنوبية ومن أبناء لحج من تطهير هذه المحافظة من خلايا وأوكار الجماعات الإرهابية، واستطاع أيضا أن يتمكن من تعميم الأمن والاستقرار في هذه المحافظة. ليس هذا فحسب، بل شارك مشاركة فعالة في الدفاع عن الجنوب، سواء كان في عدن حين كان يتعرض في 2019 لمؤامرة جديدة لاحتلاله باحتلال جديد من قوى شكلت أو أرادت أن تكون الرديف للاحتلال الحوثي الذي تم لعدن في عام 2015. صالح السيد أيضا شارك في معارك الدفاع عن أبين وعن عدن بشكل عام، وكانت بصماته شاهدة وواضحة في كل العمليات، سواء كانت العمليات الدفاعية وعمليات مكافحة الإرهاب أو مكافحة الفوضى والبلطجة التي انتشرت، وهي غريبة على لحج وغريبة على عدن وغريبة على الجنوب بشكل عام، لكنها كانت من إفرازات حرب 1994 وحرب 2015 التي ما زالت مستمرة حتى الآن. طيب سيادة العميد، كيف تابعتم ردود الأفعال بالنسبة للأفراد الأمنية والعسكرية بعد خبر وفاة السيد صالح السيد؟ بالتأكيد وفاة صالح السيد وفقدانه ستكون خسارة فادحة وكبيرة للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الجنوبية، لكن هذه القوات سيولد فيها 1000 صالح السيد كما ولد فيها 1000 أبو اليمامة، رغم ما تركاه من أثر طيب. شعب الجنوب تعود أن يقدم التضحيات منذ سنوات طويلة، ومن أول يوم لتحقيق الوحدة اليمن لدخوله في هذا النفق المظلم وهو يقدم الشهيد تلو الشهيد. لذلك هو الآن صحيح في شعب الجنوب والقوات الجنوبية وبالذات أجهزة الأمن تعاني من هذه الخسارة الفادحة، لكنني على ثقة أنهم سيتغلبون على هذا المصاب الجلل. فصالح السيد يلتحق بموكب ركب من الشهداء، أبي اليمامة، أحمد سيف اليافعي، سيف الضالعي،
جعفر محمد سعد وعشرات ومئات، لست الآن بصدد تناول هذه الأسماء الكثيرة التي روت بدمائها شجرة الحرية وشجرة الاستقلال والنضال من أجل استعادة الجنوب. شعب الجنوب على أنا على ثقة، والأجهزة الأمنية ستتمكن من تجاوز هذه الصدمة البالغة التأثير. والحمد لله والشكر أن لدينا قوات جنوبية وأجهزة أمن تمكنت في فترة قياسية ليست فقط من تحرير الجنوب من ميليشيات الحوثيين، بل ومن تحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع الجنوب. رحم الله العميد صالح السيد. أنا أشكرك سيادة العميد ثابت صالح، كنت معنا مباشرة من عدن.